ولا يقرب من أجواها. قال وابن سال خبير أرصاد جوية، قال الخبير الله أعلم وش من شاء. وأعلن خبير السباقة الختامية في عاصفة هجن حمدان ومطايا. على بركة الله مشاهدين الأعزاء نتحرك بهذا التحدي وهذا المنطلق. الشوط التاسع في مجموع أشواطنا الصباحية لهذا اليوم خصصا للأبكار الإذاع، والمسافة هي 3 كيلومترات. على بركة الله نتابع المقدمة هناك بدية يمعى بن حميد بن عمهي المنصوري، من يتابع بدية على الصدارة وعلى المقدمة، وثاني المراكز هناك ركية، هناك مسلم بالرملي بن محمد العامري من يقدم لنا ركية على المركز الثاني والمركز الثالث. وتابع ثالث المراكز هناك مخيفة علي بن مصبح بخصم الاكتبي، والمركز الرابع هناك الزود عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي من ينطلق مع الزود على المركز الرابع والمركز الخامس. وتابع خامس المراكز هنا، يا سلام، رابع خامس المراكز ملولة نايع بن راشد الغفلي. هكذا النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة في هذا الشوط. أعود مع البداية، أعود مع بالخصم هناك، غير مع مخيفة علي بن مصبح بالخصم الاكتبي، انطلق مع مخيفة على مقدمة هذا الشوط. ثاني المراكز هناك الركية، هناك الركية، هناك الركية، نعم، مسلم بالرملي بن محمد العامري على المركز الثاني والمركز الثالث. وتابع هناك بدية يمعى بن حميد بن عمهي المنصوري على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع هناك رابع المراكز الزود عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي من يتابع الزود على المركز الرابع والمركز الخامس. وصول أول، وصول هنا الذيبة، وصول الذيبة أول ندى للذيبة جاسم بن سيف بن طوق العليلي. هكذا الأسماء الخمسة الأولى. أعود مع البداية، أعود مع البداية، هناك الركية، هناك الركية، مسلم بالرملي بن محمد العامري من يتابع الركية على مقدمة هذا الشوط. ثاني المراكز هناك مخيفة علي بن مصبح بالخصم الاكتبي، وصلت الزود، وصلت الزود، وصلت مسلامين، وصلت مسلامين لعبد الله بن محمد بن محيروم الحرمي من يقدم لنا هذا النوع المتميز. هنا الزود على المركز الثاني غيرت، ولكن هنا بنطوق مع الذيبة جاسم بسيف بنطوق العليلي، ولكن نتابع الزود غيرت، الزود غيرت لعبد الله بن محمد بن محيروم الحرمي، غير مع الزود، انطلق مع الزود على الصدارة وعلى المقدمة. الذيبة على المركز الثاني، جاسم بسيب بن طوق العليلي ثانيا، وثالث المراكز وصول أيضا متدخل من الشانية حمد بن محمد بن سعيد العفاري قادم، والزود ولا هنا الذيبة، الذيبة ولا الزود، الأمتار الأخيرة الزود غيرت، الزود غيرت إلى المقدمة وإلى الصدارة مع بن طوق. جاسم بسيب بن طوق العليلي انطلقت بناموس هذا الشوط.
سلام يا اللبسه سلام على هذا الاداء المتميز الذيبه على المركز الاول. جاسم بن سيب بن طوق العليلي تهانينا والناموس على فوز الذيبه بالمركز الاول. ثاني المراكز الثانية حمد بن محمد بن سعيد الاعفاري، والمركز الثالث الزود محمد عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي. تهانينا والناموس، اعود بالتهنئه، جاسم بن سيب بن طوق العليلي على فوز الذيبه بالمركز الاول. تهانينا والناموس.